جميل. إذا يمكن نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم معك، لكن قبل لا نختم ونطلب منك كلمة. يمكن في الفترة اللي طافت هناك بعض الأصوات النشاز التي خرجت من الكويت، من مصر، يعني تحاول أن تسبب وتحدث الفتنة ما بين الشعبين أو البلدين. شنو الرسالة اليوم اللي تقدمها الأستاذة هالة صدقي لهذه الأصوات النشاز اللي يعني تناست التاريخ العريق والمتانة ما بين مصر والكويت؟ بص، يعني أنا عايزة أقول حضرتك النهاردة أول يوم العيد، والنهاردة فطرت واتغدينا ومقضين اليوم، وولادي مع أولادها، مش صاحبتي، أنا بعتبرها أختي وهي كويتية، دي أختي 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 يعني أختي. فأغلب أصحابي من الكويت، وبعتز بيهم وبحترمهم ولهم كل التقدير. طبعا طبعا في نماذج بتطلع نشاز وممكن تبقى مزقوقة، وممكن يبقى هو ده رأيهم، يمكن حد عنده خلل عقلي، ممكن أسباب كتير. لكن أنا بس بستأذن، يعني أنا بستأذن لأنه حبكم غالي على قلبنا، وحبكم حقيقي غالي على قلب، يعني على قلوبنا بجد. يمكن أنا في فترة كنت في سوريا في زمان قوي أيام الحرب، كان في مشكلة في الكويت، وكنا بنحتفل وطلبوا مني أقول كلمة احتفال، وطلعت وقلت أنا مش قادرة أحتفل لسوريا مش لحد تاني. قلت لهم أنا مش قادرة أحتفل لأنه أنا حاسة الكويت حتة مني وفيها ألام وفيها حزن، فمش قادرة أحتفل. فأنا بعتذر منكم لأنه في حتة من جسمنا موجوع، فإزاي أحتفل؟ والحقيقة تكرم من سفير الكويت وقتها وبعت لي بوكي ورد وشكرني، بالرغم أن أنا بقول ده من قلبي، مش مستنية، لأن الكويت دي أنا يعني أهلي أهلي وصحابي وحبايبي. لكن أنا بس بعاتب على أنه سرعة رد الفعل، لأنه فعلا بيبقى فيه عقاب وبيبقى فيه متابعة وبيبقى فيه، بس بيتعمل بعدين يكون الناس نسيت. فالناس هنا في مصر يحسوا أنه ما عملوش حاجة، أو يقولك لا ما هو دعمك ده إمتى، ده كان إمتى، ده كان من 3-4 شهور. السرعة رد الفعل، التأخير في سرعة رد الفعل هو ده اللي بيعمل المشكلة. وبرضو في المقابل بنلاقي هنا في مصر برضو في شباب مش مدركين حجم العلاقات، مش مدركين يمكن عارف إحنا محتاجين إيه حقيقي. إحنا محتاجين تعاون إعلامي صحيح، والإعلام الإعلام الإعلام الإعلام، إحنا محتاجين تعاون إعلامي بيننا وبينكم، لأن صحيح. هو ده أسرع وسيلة لمعرفة الحقائق. جميل أستاذة هالة، يعني قبل لا نختم معاك، لو انعرض عليك دور في مسلسل كويتي راح تمثلين؟ نعم، لو انعرض عليك دور في مسلسل كويتي راح تمثلين؟ على طول، وهطرش المفتاح. طبعا اكيد لا شك ان الجمهور الكويتي اكيد يحبك استاذه هالة. واتكلم شي كويتي واقول لك شلونك شلونك.